أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم لمرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون
يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نورقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم
وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد ضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لا مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى هو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم الفاتحة فارِ موجودات
Hazreti Fahri Alem Muhammed Mustafa salavat Allah adın zikredelim evvela vacib oldu. Fatiha.
الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين يا رب العالمين okumuş olduğumuz Yasin-i Şerif'ten, kısa surelerden, Mevlid-i Şerif'ten, Salavat-ı Şerifelerden hasıl olan sevabı evvelen müzdat, kulesa-i kainat İki cihan serveri Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ruhuna gönderiyoruz sen vasileyle ya Rabbi. Anlan hasulan sahabdan Hazreti Adem aleyhisselamdan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme kadar gelmiş geçmiş bütün peygamberlerin, evliyaların ruhlarına hediye edik sen vasileyle ya Rabbi. Anlan hasulan sahabdan şehitlerimizin ruhlarına hediye edik sen vasileyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, andan hasıl olan sahabdan, Avusturya Türk İslam Birliği Cenaze Fonumuza kayıtlı olan ve 2020'de vefat etmiş bütün mümin, müminatın ruhlarını hediye edin sen vasileyle ya Rabbi.
Ya Rabbel Alemin, andan has olan sahaptan bu güzel Kur'an-ı Kerim tilavetlerini dinleyen kardeşlerimizin, amin diyen bütün kardeşlerimizin geçmişlerine hediyeledik. Sen vasıl eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, onların kabirlerini pür nur, ahiretlerini mamur eyle ya Rabbi. Cehennem azabından, mahşer gününün gazabından sen onları ve cümlemizi muhafaza eyle ya Rabbi. Her şeyin hesabı sorulurken, ömrünü ne ile harcadın denilirken, cümlemize ve cümle ehli imana, analarımıza, babalarımıza ve affına muhtaç olanların merhametine muamele eyle ya Rabbi. Uzakta, yakında bu duayı dinleyen ve amin diyen tüm mümin müminatın ruhlarını hediye edip sen vasıl eyle ya Rabbi. Onların da ahirete irtihal edenleri olan kardeşlerimiz, onların yakınlarına, uzaklarına, tüm ahirete intikal edenlerin ruhlarını hediye edip sen onların günahları varsa onları bertaraf eyle ya Rabbi. Onların mekanlarını cennet bahçelerinden bir bahçe eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, hanelerimize iyilik, dünya ve ukbada güzellikler ihsan eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, şu zor zamanlarda içlerimizde, yakınlarımızda, eşimize, dostumuzda hasta olan kardeşlerimiz var, onlara acil şifalar ihsan eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, bizleri son zamanda bu virüs belasından koru bizleri ya Rabbi. Tüm insanlığı bu illetten bir an önce kurtar ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, bizleri nefsimizin ve şeytanın esiri olmaktan muhafaza eyle ya Rabbi. Çocuklarımızı Kur'an'ın ahlakıyla ahlaklandırabilmeyi nasip eyle ya Rabbi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gibi yaşayabilmeyi, onu örnek alan bir mümin olabilmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi. Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. Kafi ehli iman ve ehli İslam ruhları için hasaten bu merasimin yapılmasına vesile olan cenaze fonumuza üye olup 2020 yılında vefat eden bütün müminatın, mümin müminatın ruhları için Allah rızası için El Fatiha.